مرحبا أصدقائي المتابعين، اليوم راح نسوي كيكة الجوز بالقرفة. هاي المواد المطلوبة: بيكنج باودر، فانيلا، يوغرت أو روب، زيت، سكر، جوز، وهذا لوز، وهذا سكر بني، وبيضتين، وطحين طبعا. وهسه أثناء العمل أقول لكم المقادير. أول شي نكسر البيضتين، طبعا هاي مرتضى ده يساعدني ابني، هاي طريقة كسرة للبيض. نكسر البيضتين ونخلطها بالخلاط، هذا الخلاط اليدوي شوية عملي أكثر من ذاك الخلاط الكبير. نخلي كوب ونص سكر، هذا النص، والكوب ذاك الكامل خليته قبله، كوب ونص سكر، ونخلط البيض والسكر سوية. هاي الكيكة دائما أسويها، بس اللمسات دائما تختلف عن الثانية. هنا راح أخلي نص كوب زيت، طبعا أني بالزبدة تفشل عندي الكيكة، بالزيت تنجح. نص كوب زيت، طبعا البيض واليوغرت الروبة طالعة من الثلاجة قبل 2 أو 3 ساعات بحرارة الغرفة. هاي الروبة خليناها كوب كامل، هو نفس الكوب هذا نقيس بيه كل المواد، كوب كامل يوغرت روبة خليته على البيض والسكر والزيت. نخلطها زين إلى أن يتغير اللون، يصير أبيض حليبي يصير. هسه هنا راح نخلي 3 كواب طحين منخول لنخلة، هاي 3 كواب طحين. وهاي الكوب الثاني، طبعا أنا الفرن فاتحته على الفوق والجوة، يعني الأعلى والأسفل، مفتوح على 185. هذا الكوب الثالث، تتفتح ذرات الطحين بالنخل. أو هذا كيس الفانيلا، نخليه كله. البيكنج باودر دائما يتخلى آخر شي بالكيك. وهذا كيس البيكنج باودر، خميرة الكيك. مرتضى بحذر يخلي الأشياء، وبعدين نخلطها بالإيد. شوية صارت، يعني إذا صارت شوية العجينة ثخينة نخلي عليها فد ربع كوب حليب، وحليب طالع من الثلاجة يعني دافي، ونخلطها. شوية صارت ثقيلة، فربع كوب، انتو بعد عينكم هي تقيس الموقف تقدره. نخلطها زين. هنا أنا القالب خليت ورق الزبدة بالقاع مالته، وعلى الحواف دهنته بالزيت وخليت له طحين، مو أني بالأحرى، هو مرتضى سواه. وهذا الفرن قلت لكم على الأعلى والأسفل فتحته. هنا نزلت نص الكمية مال الكيك، نص الكمية. بعدين الجوز واللوز كسرته تكسير، مو طحن، تكسير مكسر يكون متوسط الحجم، ونخليه فوق الطبقة الأولى. نخلي كمية وفيرة يعني من الجوز. وهذا القرفة أو الدارسين،
طبعا طعمها كلش طيب بالحلويات بالأكل، نرشها بكمية وفيرة. هو هنا رش شوية بس، أنا ورا رشيت بعد، نرش دارسين، وهذا السكر البني، سكر أسمر يصير خشن، نخلي فوق القرفة، يعني تكون هي جوز وقرفة وسكر بني، هم نرش كمية وفيرة بحيث يتغطى العجين الكيك. هذا الكاكاو، هنا عندي كاكاو، راح أخلي خاشوقة أكل كاكاو على عجين البقة مال الكيك. هذا الخليط مال الكيك، خليت خاشوقة مال الأكل كاكاو وشوية حليب، خليت له على مود صار ثخين، يعني شوية حليب أخلي له على مود ينخلط. هاي نقاط هيج حليب، وأخلطه زين، وهي هاي أخليه فوق الجوز والدارسين، وهذا الخليط البقع أخليه فوقه. وأنزله فوق الجوز، طبعا من يشتغل واحد واحدة يكون العمل أسهل، بس من ويا طفل يعني بعد أطفال يحبون يشاركون. وهاي نزل الخليط كامل، ورا من أريد أدخله الفرن أطفي الفرن من فوق وجوه، أخليه بس على الجوه. هاي يعني فد لمسة يعني ناجحة بالكيك، هو يكون الفرن كله حار وتخليه على الجوه يصير تمام. هنا هاي شوكولاتة بيضة، هذا اللي سويناه رول التمر خلص تقريبا. هنا شوية زبدة، خاشوقة كوب زبدة، وهذا الشوكولاتة البيضة كسرتها وخليتها فوق الزبدة، وراح أخليها على حمام مي، هذا مي دا يغلي، وهاي طاسة فخار ما تنكسر، خليها على الحمام هذا مال الزيت مال المي حتى يذوب. طلعت هنا الكيكة خلصت، هاي شكلها. وهذا ورا ما ذاب الشوكولاتة البيضة سيحناها، نسويها بطرق حسب واحد ذوقه، خطوط ايش لمسات، بعد تقدرون حتى حليب محلها متخلون عليها، شوكولاتة بني. وهاي بعد كيكة مرتضى سواها، هنا برشنا عليها شوكولاتة جوزي بنية، شغلات خفيفة، هي تعطي طعم مو قوي، يعني طعم بسيط وحلو يكون طيب بالكيك. وهاي خلصت الكيكة، شكلها يعني أنا أشوفه زين مقبول، الأولاد حبوها وأكلناها ويا الشاي. هنا أنا قطعناها، وهذا شكلها صارت مقطعة لونين، وجوه دارسين، طبعا ريحة الدارسين ترست البيت وهشة. وأتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم وتاكلوها بألف ألف عافية.